السلام عليكم ورحمة الله، اللهم ذكرني ما نسيت واحفظ علي ما علمت وزدني علما، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. طلابنا الأعزاء، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن زمن الباست بيرفكت وبعض المواضيع الأخرى. احنا اليوم إن شاء الله في شابتر 12. بالبداية خلينا نروح على زمن الماضي التام ونتكلم عنه. زمن الماضي التام يعني أحب أقول لكم إياها، أبعد زمن باللغة الإنجليزية هو الزمن الماضي التام، حتى أن الأحداث البعيدة جدا يعني عادة ما يتم استخدام زمن الماضي التام لها. ف I go to school، طبعا القاعدة راح تصير I had gone to school، إذا لاحظ فاعل وراه had وراه تصريف ثالث، يعني نفس المضارع التام بس بدل ال have وال has راح يكون عندك had، ولكن الاستخدام يختلف أكيد، لأن الماضي التام دائما يجمع مرتبط مع حدث آخر، بمعنى أن هنالك حدث قد تم ولكن هنالك حدث آخر قبله حدث، يعني حدث جي قبل حدث. I go to school، I had gone to school. في حالة النفي نضع not، أكيد they work at school، they had not worked at school، they had not worked. في حالة السؤال أضع الهاد في بداية الجملة، طبعا الهاد هي تستخدم مع كل الفاعل، يعني ماكو مفرد وجمع كلهم تستخدم معهم. had I go to school، had you gone to school. ذا لحظة أن الآي حولنا إلى you، لأن أنا أقول أني ذهبت إلى المدرسة، أريد أسأل سؤال خماس عن نفسي، أنا رحت المدرسة؟ لا، أقول أنت رحت للمدرسة؟ الجواب يقول إيه نعم أنا رحت. إيجي. طيب، هذا هو زمن الماضي التام. طبعاً لو جينا على استخدامه، donates an action completed before a certain moment in the past. إذن يستخدم قد حدث اللي حدث يعني فد نقطة معينة وكان يعني حدث، لأن هنالك حدث آخر تم قبله. When I wrote a letter it, I posted it. طيب. By the time the police arrived, he had already disappeared. يقول بحلول الوقت الذي وصل فيه الشرطي قد اختفى السارق، يعني قد اختفى بالفعل، خلينا نقول السارق لأنه من اللي اختفى السارق يعني. طيب الآن لو جينا على هاي الجملة he had already disappeared، هاي جملة بزمن الماضي التام، بلاش هل الردي خلينا نتركه. He had disappeared. أنا قبل شوي ذكرت الحدث الماضي التام عبارة عن حدث تم ولكن كان هنالك حدث آخر تم قبله، يعني حدث قبل أكو حدث. يعني من الشرطة جو، هسه هاي الشرطة جو هذا الحدث وهو مختفي قبلهم، يعني حدث قبل الحدث. When I go to the party، when I go to the موسك، بدال بارتي هاي مالتهم دائما يقولون من ذهبت للحفلة، بس احنا دائما بحياتنا اليومية والفضل لله سبحانه وتعالى انه دائما نريد نعطي مثال من تروح للجامع، من تروح يعني الحمد لله عوائلنا محترمة يا اخوان. انا احب يمكن راح اخرج عن السياق شوية بس احب انوه على هالفكرة، دائما اشوف بالامثلة بالكتب كتاب الجرامر دائما يعطي مثال من رحت للحفلة واثناء المواعدة اثناء الكذا، يعني هاي ثقافتهم هيك، يعني مو معناها انهم ما كانوا ناس زينين، لا بالعكس كانوا ناس زينه، ولكن بشكل عام هم هاي ثقافتهم هيك، يعني هذا الواقع مارتهم هيك. الحمد لله احنا ما عندنا هاي الامور، يعني تلقى الواحد اللي يعني يشرب خمر هذا منبوذ تلقى، او تلقى الشخص اللي يعني اكثر كلامنا تروح للجامع مكان نظيف ومحترم، يعني الناس اللي بي انا احكي عن يعني الناس الحقيقية الدين الحقيقي، تروح على شيخ الجامع أو إمام المسجد إنسان محترم وإنسان يعني كله أخلاق، فهاي الأشياء هاي الأجواء ما تلقاها، ما تلقاها لا بأوروبا ولا تلقاها بكل دول العالم، وهي نعمة من الله. طيب كل خرجنا عن الموضوع بس مهم أنوه على هاي الفقرة. طيب we had هنا يقول disappear، يقول when I went to the موسك من رحت للجامع I found out that my father had or had gone before أو their
بيفور، يعني قبل لا أني أصل للجامعة وأثناء ما رحت للجامعة لقيت أبوي أصلاً هو واصل هناك. فإذا حدث تم قبله حدث آخر. كلمات الزمن من آن دخلت باي ساعة بساعة خمسة وإلى آخره، يعني إذا قلت لك حدث تم قبله حدث آخر. وهذا عندنا تمرين إذا أحب تحله، هذا تمرين if you like to write down about this exercise it will be fine. طيب احنا هسه حاليا اخذنا زمن الماضي التام البسيط اللي هو العادي، الان راح ننتقل على زمن الماضي التام المستمر past perfect continuous. طلابنا الاعزاء الازمنه كثيره، ولربما سائل يتساءل استاذ احنا راح نخربط بيناتين هاي الازمنه هواي وهاي كذا. لا اخوان ان شاء الله ماكو بها تعب عليكم ولا راح اتعبكم ابدا. طيب شلون نميز؟ التمييز بيناتهم راح يكون سهل لانه هاي الازمنه ما راح يكون عليها تركيز كبير جدا، التركيز دائما يكون على المضارع المستمر، مضارع بسيط، هاي المضارع الماضي بشكل عام، اما هاي الماضي التام المستقبل المستقبل المستمر لاني مو كلش اخوان عليه تركيز، يعني حتى لا تجيك عليه بالامتحان نقطه او ما يجي، حتى اذا تجيك نقطه احتمال تقدر تتركها. زين يعني شنو قصدك اتركهم؟ لا لا تتركهم، ما هذا قصد اتركهم، بس قصدي يعني لا تعوف الاساس وتروح تركز لي على الاشياء الجانبيه. يعني هذا زمن الماضي تام موضوع افهمه واحفظ عليه مثال، فانت لا تخاف انه هذا راح يفهم لك يخربط لك الماده. لا يعني ما يصير احنا مادتنا وش كبرها وش قدها قريناها ونجي على موضوع بسيط يخربط امورنا، لا اخوان هذا مو صحيح. طيب نيجي على الماضي التام المستمر، قاعدة الزمن فاعل زائد هاد زائد بين زائد فعل يحتوي على ing ثم تكملة. he had been working، إذا لاحظ أمامنا إحنا ضفنا الهاد والبين والفعل اللي بي ing. هسا أنا بزمن المضارع التام المستمر إحنا نقول he have been، هذا المضارع التام المستمر. أما الماضي التام المستمر فرح نقول had، ونفس الحالة في حالة النفي رح نخلي not he had not been working، وحالة السؤال ايضا راح نضع الهاد في بدايه الجمله. طبعا في حاله النفي والسؤال الفعل ما يكون مجرد الفعل نحط له اي ان جي. هذا زمن المضارع التام وزمن الماضي التام وزمن الماضي التام المستمر. طيب الان راح نجي على استخدام الزمن الماضي سمبل past perfect، يعني الماضي التام البسيط. أول استخدام إلى يقول to express the time relationship between two events in the past. هاي توني ذكرته، حدثين متسلسلات بالماضي، من إحنا رحنا للجامع لقيت أبوي هناك، من أنا كذا Professor Beaker had already dismissed the class. يقول Jack had given trying solve problem. هاي جملة، هذا حدث. When he announced the exam. شوف هاي طبعا هاي الجملة الأولى وهاي الجملة الثانية. إذن هاي الجملة الأولى عندي بزمن الماضي التام وهاي عندي الحدث الثاني، إذن جملتين. الجملة الثانية يقول George had learned English quite well. George تعلم إنجليزي. هذا هاي الجملة. بس هاي الجملة هاي نص جملة، يعني لازم يكون أكو تكملة إلها، لازم يكون إلها أكو تكملة. طيب ثاني استخدام لزمن الماضي التام يا اخوان اللي هو to report statement made in the past present perfect. الان زمن الماضي التام هو ابعد حدث، لذلك احنا نستخدمه بالكلام المنقول والكلام الغير منقول. فنقول البروفيسور بيكر said I have lost my watch. يقول البروفيسور بيكر انا ضيعت ساعتي. من أريد أحولها للمبني للمجهول وهي ماضي راح أسويها، أو هي حتى إذا كانت مضارع تام راح أسويها ماضي تام. ليش؟ إحنا نريد نسويها بعيدة أبعد شيء، وهو أبعد زمن الماضي تام، لذلك راح أقول بروفيسور بيكر هي said نفسها he that he had lost his watch. هسه هذا موضوع المبني للمجهول ما مطلوب يعني كشرح هاي، ولكن هنا ذاكر ليا انه احنا نستخدم الماضي التام في المبني في كلام المنقول، عفوا اي مبني مجهول، في الكلام المنقول المبني لل
كلامي عفوا الكلام المنقول احدى استخدامات زمن الماضي التام. طبعا مو المستمر ها، يعني هسه لما تقول هسه واحد يقول زين استاذ شلون اعرف كلام منقول؟ من تسمع كلمه ساد قال له ساد قال، او تحال القوسين القوسين يعني هذا كلام منقول. فانت من يجيك مثل هيك كلام منقول، هذا مثل هيك سياق هذا كلام منقول، لذلك احنا استخدمنا زمن الماضي التام. اعيد هاي النقطه مره اخرى، النقطه بي يقول ترى اخوان في المبني للمجهول احنا نستخدم في الكلام المنقول عفوا نستخدم الماضي التام. الماضي التام مو منطيك مثال، بدل ما كانت عندي I have lost صارت he had lost. he had lost واحد يسأل يقول زين استاذ هي مو I جاب عليها هاي، مو هو الكلام المنقول احنا شو نسوي؟ ننقل الى الفاعل. هسه انا دا احكي عن بروفيسور بيكر، بروفيسور بيكر قال عن نفسه انا ضيعت ساعتي. هسه انا اريد احكي عن بيكر، عن استاذ بيكر، فانا ايش راح اقول؟ هو ضيع ساعته، فبروفيسور بيكر راح اقول هي، لان انا قاعد احكي علي، هو مو هو قاعد يحكي عن نفسه، انا اللي قاعد احكي عنه، يعني انا دا انقل الكلام يعني هيك. طيب to express wishes and unreal conditions about the past، تركز على هالملاحظه. الملاحظه الاخرى تقول لك هابه ترى الماضي التام يستخدم اخر استخدام اخر ايضا، وهو الاحداث الغير حقيقيه والامنيات في الماضي، لما حدث امنيه وغير حقيقي لانه بعيد جدا. هسه مثل هاي الجمله ممكن تجيك بالامتحان والاستاذ يقول لك صحيح الخطا، ممكن يقول لك بروفيسور بيكر wishes that he had not lost his watch. طبعا هنا he had not lost هذا ماضي تام، ممكن يسوي لك have not lost. الآن أنت لما تنظر لهذه الجملة ماكو بها أي مفتاح حل على أن هذه الجملة ماضي تام، ماكو أي جملة على أنها ماضي تام. طيب شنو الدليل على أنها ماضي تام؟ لعد شون عرفناها على أنها ماضي تام؟ من خلال الوشز يتمنى. طيب وإخوان خصوصا بهاي الحالة تجي وياها إف، لأن الإف يعني تستخدم ويا الإف، if he had not lost. يعني بشكل عام صراحة أنا راح أنطي أربع استخدامات. استخدام الأول تعبر عن حدثين مع بعض، حدث بعد حدث. استخدام الثاني اللي هو الكلام المنقول. استخدام الثالث الأحداث اللي هي تمني. والاستخدام الرابع اللي راح أضيفه من عندي أنا في الشرطية، من نشوف في الشرطية فراح تستخدم ماضي تام، خصوصا الحالة الأخيرة اللي هي had not lost he would not have been late. أنا أحب أسويهن أربعة، حب أسويهن أربعة. طيب بعد شعدنا أيضا هنا هو هنا مستخدمين يعني الـ past perfect والـ past simple، يعني الماضي البسيط. أعتقد المعنى يا أخوان واضح. طيب الآن الماضي التام حدث تم في الماضي البعيد جدا، وكان هنالك حدث قد تم قبله آخر. حلو. الماضي البسيط حدث تم بالماضي القريب وانتهى. حدث ما تم بالماضي القريب، ودائما في الماضي البسيط لا يكون له هنالك نتيجة أو أثر. ما عندي لا نتيجة ولا أثر. طيب منطيني أمثلة ولا تنسى تميز بيناتهم بالتركيب وإلى آخره. طيب الآن أنا عندي هنا هو بعض الشرح. Jack spent 2 hours on the problem before he gave up. The sequence of event is expressed by the use of the word time before. هنا يقول Jack had spent 2 hours on the problem when he gave up. The sequence of the event is reflected in the verb tense. The first event is expressed in the past perfect. الثاني الحدث الأول تم، هنا استخدمنا ماضي تام، هنا استخدمنا بالماضي البسيط. هسه هنا نفس الجملتين بالضبط. الآن أنا عندي بالجملة هذه before قبله، شنو يعني؟ يعني يقول جاك قضى ساعتين قبل لا يستسلم، قبل لا يعني يترك الموضوع، خلينا نقول مو يستسلم، يترك الموضوع. حاول شخص حاول يحل هالمشكلة، جاك يقول حاول لمدة ساعتين قبل لا يستسلم. هسا هذا حدث ماضي بسيط عندك before. الجملة الماضي التام يقول وين؟ عندما. يقول جاك قضى ساعتين من استسلم. تلاحظ انه كلمة يعني الباست بيرفكت
كزمن تحسه بعيد جدا، تحسه جدا بعيد. يقول لك قضى ساعتين وقبل لا يستسلم، يعني بمعنى أن الحدث بالماضي القريب، أما بزمن الباست بيرفكت فالحدث جدا بعيد. مثل ما واحد هسه واحد يحكي يقول، أقول لك هو جاك، أو خلينا نقول بدل جاك راح نستخدم كلمة ياسر. هسه أقول مثلا، أقول لك هو ياسر هو قد درس له، هو درس سنتين وبكتها أصلا بطل، يعني من بطل أصلا هو ترك بس درس بس سنتين، يعني الحدث ماضي وبتبطل. هسه هو متندم إنه الحدث صار له كثير، يعني مبطل دراسة، فالحدث بالماضي البعيد جدا past perfect. بعدين أنا قاعد أحكي أقول ياسر بطل قبل سنتين، تحس الحدث لأن بيه قبل سنتين. إذا كلمة قبل فالحدث مرتبط بالماضي، لكن ماضي قريب مو ماضي بعيد جدا. فشوف إنه الوين مفتاح الحل. هسه لو جينا على مفتاح الحل، هنا مفتاح الحل وين؟ وهنا مفتاح الحل بيفور، وأكيد المعنى والسياق إلى دور، السياق والمعنى أيضا إلى دور. حتى هنا أشوف عندك مفتاح الحل وين، وهنا عندك then، هذا ممكن تستفاد من عنده هذا الشيء. يعني هنا عندك مفتاح الحل after، هنا عندك وين. إذا لاحظنا أكثر شيء مستخدمين كلمة وين ويا الماضي التام، يعني الماضي التام كثير مستخدمين مع وين past perfect. أيضا هو ذاكر لي عن past perfect continuous، وإحنا شرحنا وقلنا بالماضي التام المستمر لا تنسون الحدث فيه استمرارية، الحدث فيه استمرارية. إخوانك شغلة مهمة يمكن أنا ما مبلغكم عنها. الآن أكو أفعال ما تجي بزمن المستمر، مثلا know يعرف، love يحب، هاي الأفعال ما يصير يعني بيها استمرارية، ما يصير بيها continuity، ما بيها continuity، يعني ما أقدر أخلي لها مثلا ing، مثلا he is knowing. أكو أفعال ما تجيك بزمن المستمر. اخوان من ضمن هذه الافعال هذه مثلا عندك الهيت، هذين ما تحط لهن اي ان جي، دير بالك. يعني هسه مثلا اجاني جمله مثلا وقال لي بهاي الجمله مثلا خلينا نقول هيت يكره. هسه هيت ممكن تجيك بزمن المضارع تام، ماضي تام، بس ما يصير تجيك بمضارع المستمر، ولا المضارع التام المستمر، ولا المستقبل التام المستمر. يعني اي زمن به استمراري ما يصير احط له بها اي ان جي. الافعال هذني هاي اللي تشوفن امامك احفظهن، ذن الأفعال ما ناخذ بهن ING، ركز عليهن، ذن ما ناخذ بهن ING. شوف هاي الفعل مثلا كلمة understand يفهم، سمينا أقول أنا فهمت الدرس، فهمت الدرس، هذا ما يصير حط به مضارع مستمر، هذا يكون تام بسيط، شو يريد يكون خلي يكون، بس ما يصير مستمر. لذلك فمن يجيب لك واحدة من هذين الأفعال لا تأخذ له مستمر دائما. طيب هسه الان عندنا موضوع الاندايركت اوبجكتس. اخوان شنو يعني الاوبجكت؟ يعني المفعول به. شنو يعني مفعول به؟ هو ما وقع عليه الفعل. فمثلا اقول I wrote a letter، او I wrote a story، انا كتبت قصة. I wrote a story يعني انا كتبت قصة. I wrote a story، الان story هي مفعول به. حلو، الستوري قصة هي مفعول به. خلينا نشوف شي يقول. يقول we have already discussed the fact that some verb never take object and some other always do. There are some verbs that frequently have two objects, one direct and one indirect. هنا اخوان عدنا ثلاث ملاحظات. الان اكو افعال ما تاخذ مفعول به ابد، يعني ما تاخذ مفعول به ابد. زين مثل شنو ما ياخذ مفعول به؟ مثلا عندك الفعل sleeped، slept او sleep، sleep هنا كلمة هي slept او they are sleeping. الان in the hall في القاعة، كلمة in the hall هذا ظرف، fitfully يعني هذا ظرف، هذا مو مفعول به، مو فهم. وهذا الفعل طبعا اللي يسمونه فعل ما ياخذ مفعول به يسمونه intransitive، يعني فعل غير لازم، فعل غير متعدي، فعل لازم. هذا الفعل اللي ياخذ شلون نعرفه ما ياخذ مفعول به.
I go to school إلى المدرسة. ما يأخذ مفعول به، يأخذ ظرف. هذا النوع الأول من الفعل. طيب النوع الثاني من الفعل اللي هو يأخذ، اللي هو يسمونه the transitive verb، اللي يأخذ مفعول به. transitive verb. مثلاً أقول I help علي. طبعاً هاي كلمة the transitive، لأن transitive بالكتاب ما موجودة، يعني هيك تفاصيل موجودة ولكن ليس الآن. بس أنا حب أشرح لكم إياها على مود تفهمونها. مرة أخرى، الـ transitive هو الفعل اللي الـ transitive هو الفعل اللي ما يأخذ مفعول به. يعني he slept. فما أقول he slept علي ما ترهم. he slept علي ما ترهم. he slept the car، نوم السيارة ما ترهم. ما تأخذ مفعول به. حتى المعنى مراهم. طيب زين الـ transitive verb اللي هو الفعل اللازم. المتعدي العفو، شنو يعني فعل متعدي؟ فعل ياخذ مفعول به. I help علي I help him اللي هو انا ساعدته، الان عندي مفعول به. I wrote a story، انا كتبت قصه، الان القصه هي مفعول به، وهذا الفعل يسمونه الترانزيتيف فيرب. طيب بعدين ايش قال لنا؟ حلو، بعدين قال لنا ودير بالك ترى اكو افعال تاخذ مفعولين به اثنين. طيب طبعا هو هذه الافعال احنا نسميها اللي هذا الافعال اللي يسمونها داي ترانزيتيف. خلينا اشرح لكم اياها. مثل رايت يكتب وكيب. هسه انا اعطيكم عليه امثله حتى توضح اكثر. الثاني اي نيم ذا بيبي علي. اي سند علي ا بوك، انا ارسلت لعلي كتاب. هسه عندي مفعولين به اثنين هنا اللي هو علي والبوك. اي تشوز علي مانجر، عندي مفعولين به اثنين اللي هو علي والمانجر. طيب وإلى آخره. هسه هاي واضح. بعدين ايش عندنا؟ يقول some indirect object occurs without introductory prepositions. طبعا ها هاي ملاحظة مهمة. اكو بعض الافعال تاخذ ظرف. هسه مثلا عندي الفعل admit، هذين الافعال كلهن ياخذن التو. كل هذه الافعال تاخذ التو. هاي الأفعال ممكن تأخذ تو وممكن ما تأخذ كل شو إياها. عندنا هاي الأفعال ما تأخذ كل شو إياها، أما هذه فممكن تأخذ build، ممكن تأخذ for، وممكن ما تأخذ حسب الجملة. طيب وهذه الأفعال تأخذ for. زين هذين أستاذ لازم أحفظهن، نعم جدا مهمات، ولازم تحفظ أنه هاي الفور تجي ويا ذني، وهاي لازم تحفظهن وحفظ مضبوط. ها يعني مش وين ما كان، حفظ مرتب يعني، لان راح يجينا بالتمارين من نحل التمارين. طيب خلينا ناخذ امثله. ساعدنا الدايركت والاندايركت اوبجكت. طيب الان اخوان راح ناخذ انواع المفعول به، راح ناخذ انواع المفعول به. ركزوا لي على هاي الملاحظه مهمه، ممكن يجيك سؤال يقول لك حدد المفعول به هل هو مباشر ام هل هو غير مباشر. اخوان اكتبوا لي ملاحظه يومكم. هناك نوعين للمفعول به، عندي نوعين للمفعول به. النوع الأول يسمى بالإندايركت، النوع الأول يسمى بإندايركت، النوع الأول يسمى بإندايركت. هذا النوع الأول يسمونه إندايركت، يعني مفعول به غير مباشر، وهو دائما ما يكون عاقل، يكون شيء أو شخص عاقل، يعني يكون فد إنسان عاقل، يعني فد شيء عاقل عنده عقل. هذا الإندايركت أوبجكت. عيد الـ indirect object، وهو دائما ما يكون عاقل، هذا الـ indirect. طيب والـ direct وهو غالبا ما يكون جماد. الـ direct غالبا ما يكون جماد. نجي هنا student عاقل، قال لك indirect. I O معناها indirect. الهم عاقل indirect، هذه direct لأنه جماد، الوقت جماد. نجعلها الجملة كلها جماد، لذلك قال عليها direct. هنا for them his students عاقل، لذلك قال لك عليها indirect، لذلك قال لك عليها indirect. نجعلها الجملة هذني عاقل كلهن، قال لك indirect. نجعلها الجملة هذني أغلبهن جماد، لذلك قال لك عليه direct. بس واحد يقول استاذ that he had lost his watch، هاي عاقل؟ لا مو عاقل هاي الجملة.
جينا على هاي الجملة، يقول بروفيسور بيكر أخبرني بأن his students، بأن طالبه that he had lost his watch، his student that he had، يقول بروفيسور بيكر أخبر طلابه بأنه قد ضيع ساعته. هسه أنا لما أقول واحد ضيع ساعته، كلمة جملة كلها واحد ضيع ساعته، أنا ضيعت ساعتي. أو مثلا نقول his students، هو أخبرت له. هسه كلمة his students هاي indirect لأنها عاقل، هاي منتهين من عندها. هاي الجملة كلها، هاي الجملة كلها أنا قلت لهم الخبر، هاي جملة بمعنى الخبر. هل الخبر عاقل؟ لا، الخبر جمال. أنا قلت لهم السالفة، ما أقول والله أنا صراحة قلت لهم السالفة، السالفة عاقل؟ لا، جمال. مثلا يقول he mentioned to them that he was sorry sorry he was late، هو قال لهم بأنه كان متأخرا، يعني بمعنى الاعتذار. هسه أنا لما أقول صراحة أنا اعتذرت لكم، كلمة هل الاعتذار عاقل؟ لا، الاعتذار جماد، لذلك احنا قلنا عليه direct object. واختصر لكم اياها، احنا طالما عرفنا هذا عاقل فالثاني اكيد راح يكون جماد، يعني بدون تفكير. الاولى عاقل، الثاني اكيد جماد، كما يكون اثنين هن direct object، هذا راح يصير direct، الindirect، وهذا راح يصير direct.